السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المتجدد ضمن اللقاءات الدعوية التي يستضيفها مركز الشيخ علي العياني للكتاب. كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لقاؤنا اليوم تحت عنوان مفهوم الهداية في رمضان. ضيفنا ومحدثنا فيه هو الأستاذ الدكتور حاتم عبد العظيم حفظه الله. أهلا وسهلا بك يا دكتور في طرابلس الغرب، وبالتحديد في مركز الشيخ علي العرياني للكتاب. أهلا ومرحبا مولانا الشيخ مصطفى، وكل التحية لإخواننا القائمين على مركز الشيخ علي الغرياني وللحضور جميعا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل شهرنا وشهركم مباركا ميمونا مقبولا، وأن يختمه لنا جميعا بالعتق من النيران. اللهم آمين. اللهم آمين، اللهم آمين. أهلا وسهلا بك يا دكتور. المستضيف لهذه اللقاءات هو مركز الشيخ علي العرياني للكتاب، وهو منظمة غير ربحية تعمل على نشر ثقافة القراءة والاطلاع وتشجيع البحث العلمي وإتاحة التدريب في مجالات متعددة، كما تهتم بتطوير مستوى الفرد وتنمية مهارات المجتمع. موضوع اللقاء حول مفهوم الهداية في رمضان، حيث يبحث عامة المسلمين عن الظفر بالمنح الربانية في هذا الشهر الكريم، ومن أعظمها تحقيق الهدى الذي وصف به القرآن الكريم الذي أنزل في رمضان. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهو ما سنتعرف عليه تفصيلا بإذن الله من ضيفنا الكريم. ومحاضرنا اليوم هو الأستاذ الدكتور حاتم عبد العظيم أبو الحسن، مصري الجنسية، هو أستاذ مساعد للشريعة الإسلامية تخصص الفقه وأصوله في عدة جامعات، منها الجامعة العالمية للتجديد وجامعة المدينة العالمية بماليزيا سابقا، وأستاذ زائر بجامعة طرابلس اللبنانية. سياسي مصري، وهو مؤسس ورئيس أكاديمية تواصل للدراسات الشرعية، له مشاركات عديدة في فعاليات علمية وثقافية وتلفزيونية، ومن مؤلفاته كتاب سنة التدافع، كتاب المنهج الفقهي للإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، كتاب نظرية الشك في الفقه الإسلامي، كتاب فقه الأسرة أحكاما ومقاصد وتربية، كتاب فقه الوصية والميراث. وحتى لا نطيل عليكم، نعطي الميكروفون لضيفنا وشيخنا الدكتور حاتم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا الخير محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وأنصاره وأحبابه وأتباعه ومن والاه إلى يوم الدين. وأهلا بكم ومرحبا أيها الإخوة الكرام في هذه الساعة الرمضانية المباركة. وساعات رمضان كلها مباركة، وأيامه معدودة وأنفاسه محسوبة، كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أياما معدودات. واستخدم في وصفها جمع القلة، فجمع المؤنث السالم دال على القلة، فكأن معنى الآية أيام معدودة قليلة بحساب الزمان، لكنها عظيمة عند الله عز وجل في قدرها وفي بركتها وفيما أودعه الله فيها من الأسرار والأنوار وما جعله فيها من روافد الهدايات للناس. ولا شك أن كل العبادات التي تعبد الله عز وجل بها عباده غايتها الأولى إصلاح هؤلاء العباد. لا يريبنا ريب في أن الله عز وجل غني عن عبادتنا جميعا، وأنه لو كان
أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا على أتقى قلب رجل منا ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو كان إنسنا وجننا وأولنا وآخرنا على أفجر قلب رجل منا ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. وأن فوائد العبادات كلها بغير استثناء هي للعباد، هي لأصحاب هذه العبادات للمكلفين بها، والله غني عنها. وقول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، لا يعني أن لله حاشاه منفعة في تقوانا وفي طاعتنا وفي برنا به، وإنما هذا وصف على سبيل التلطف بالعباد والرحمة، كما في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فإن الله عز وجل غني عن خلقه جميعا، وهو واهب الفضل والإحسان، وهو سبحانه وتعالى مستغن بذاته عن خلقه، فلا حاجة له في عبادتنا، وإنما أمرنا بهذه العبادات لأجل إصلاح حياتنا. أمرنا بالصلاة لأنه يعلم أن نفوسنا التي خلقها وسواها وفطرها وهو أعلم بها منا، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لا تستقيم إلا بالصلاة. وأمرنا بالصيام لأنه يعلم أنها لا تتهذب إلا بالصيام، وهكذا في كل الأوامر. لذلك كانت فريضة الصيام من الفرائض الثابتة في الرسالات السماوية جميعا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما دام كتب على الذين من قبلكم فهذا يعني أن الصيام من أصول الديانة التي لا تستقيم النفس البشرية ولا تنصلح ولا تتهذب ولا تتأدب إلا بها. وأصول الديانة ثابتة في الشرائع، فأصول العقائد وأصول الأخلاق وأصول العبادات ثابتة في كل الشرائع، بعث بها كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم تختص أمة دون الأمم بشيء من هذه الأصول. نعم، قد تختلف تفاصيل التكليف أو التشريع، لكن الأصل ثابت لا يختلف. فكانت عبادة الصيام من أدوات ومن أسباب الإصلاح التي استصلح الله بها عباده من كل الأمم، وأمر بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والقرآن الكريم يبين لنا أن مقصود العبادات جميعا هداية الخلق، هداية الخلق، وأن نزول القرآن وهو متضمن كل الشريعة ومتضمن كل الدين على وجه الإجمال كان بقصد رئيس، هو قصد هداية الناس، أي دلالتهم على الصواب، على الحياة الرشيدة، على الخطة القويمة، على السلوك المستقيم. لذلك فإننا نكرر في كل ركعة طلب هذه الهداية من ربنا، فنقول في كل ركعة ونحن نقرأ الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكأن طلب الهداية للطريق المستقيم أعظم أمل وأعظم رجاء يترجاه المسلم، لذلك يدعو به في كل ركعة كما أمره ربه سبحانه وتعالى. وعند الحديث عن شهر رمضان وما شرع فيه من الأحكام والأعمال كانت الهداية أيضا حاضرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فكان شهر رمضان له عنوان أبرز وعنوان أكبر، هو عنوان الهداية. وكل ما شرع فيه من الأحكام وسن فيه من الطاعات والعبادات فغايته هداية الخلق. والحقيقة أن روافد الهداية في هذا الشهر الكريم عديدة كثيرة لا تنحصر، والله عز وجل أكرمنا فيه بروافد للهداية ليست في غيره، وتختلف في طبيعتها وفي منهجها عن أسباب الهداية في غير رمضان. وأول روافد الهداية في رمضان هو الكتاب العزيز الذي أنزل في شهر رمضان،
وقد أراد الله عز وجل أن يكون رمضان مناسبة زمانية لنزول الكتب السماوية تباعا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد أن صحف إبراهيم أنزلت في رمضان، وأن التوراة أنزلت على موسى عليه السلام في رمضان، وأن الزبور أنزل على داود عليه السلام في رمضان، وأن الإنجيل أنزل على عيسى كذلك في رمضان، وأن القرآن الكريم أنزل كما هو ثابت بنص القرآن في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وإذا سألنا ما الحكمة في أن يتواتر ويتتابع نزول الكتب السماوية في هذا الشهر الكريم، سنجد أن الله عز وجل أراد من الزمن القديم أن يكون هذا الشهر مناسبة، أن يكون نفحة من نفحات الله، ولله في أيام دهره نفحات، أن يكون موعدا دائما مع الهداية، مع تغير القوانين، مع فتح أبواب الرحمة، مع تنزل البركة، مع تغيير نظام الحياة بما يقود الناس ويسوقهم إلى الهداية سوقا. وقد أنزل القرآن الكريم في رمضان مرتين، أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في شهر رمضان، ثم بدأ تنزله على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا، وكان بدء تنزله كذلك في شهر رمضان. فشهد هذا الشهر عبر الزمان أعظم صور الهداية على الإطلاق، شهد هذا الشهر عبر الزمان انفتاح أبواب السماء بطاقات الوحي ينزل بها الروح الأمين جبريل على قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان شاهدا، والزمان شاهد من الشهود، كان شاهدا على تنزل الكتب وعلى تنزل الهدايات العظمى على الأرض. فصار ارتباط هذا الشهر بمفهوم الهداية وارتباطه بالقرآن الكريم على وجه الخصوص ارتباطا عجيبا. كان جبريل يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن مرة في كل رمضان، حتى إذا كان عامه الأخير عليه الصلاة والسلام راجعه بالقرآن مرتين. في شهر رمضان ترتبط النفوس بالقرآن دون حاجة إلى مجاهدة. أحدنا إذا أراد أن يقرأ ورده في غير رمضان لا بد أن يجاهد ويرتب ويعد العدة وينظم الوقت وأشياء كثيرة جدا، لكن إذا جاء رمضان وجد أن نفسه بطبيعتها تهفو إلى القرآن الكريم، فلا تكاد تجد مسلما على ظهر الأرض إلا ما ندر إلا وهو يعود إلى مصحفه في رمضان فيقرأه ويكثر من قراءته، وإن لم يكن له قبل ذلك قارئة. في جاذبية، في ارتباط طبيعي بين رمضان وبين القرآن يجذبنا بدون مجاهدة إلى ذلك الكتاب العزيز. والرافض الأول الذي هو نزول القرآن الكريم يوجب علينا أن نذكر بأن كل ارتباط بالقرآن الكريم يعني فضلا كبيرا لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. فإذا قرأ الإنسان بلسانه كتب له الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم، 10 حسنات إلى 700 ضعف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا ما تدبر وتأمل فذلك أجر جديد أعظم من سابقه وأعظم من مجرد التلاوة. ودليلنا على أن مجرد التلاوة فيه أجر كامل ما رواه الإمام البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يقول أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فجعل مجرد جريان الذكر والتلاوة على لسان العبد موجبا للأجر،
ولا يمنعنك أيها الأخ الكريم من القراءة ومن الإقبال على القرآن أن تقول في نفسك: لا أجد قلبي حاضرا، فإنما يحضر القلب على إثر المداومة والإقبال. ولا يمنعنك أن تقول: لا أجد عقلي متدبرا، فإنما يحصل التدبر بمداومة النظر في كتاب الله عز وجل. ففي التلاوة أجرها كاملا، وفي التدبر أجر آخر كامل، وفي الخشوع واستجابة النفس وتأثرها أجر ثالث كامل كذلك. وكان سيدي عبد الله بن مسعود يقول: إذا أردتم العلم فثوروا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وتثوير القرآن الذي يدعونا إليه ابن مسعود يعني قلب النظر واطرح الأسئلة وأثير الفكر حول كل آية تقرؤونها من كتاب الله، فإن هذا الكتاب العزيز لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد ولا يعرف الكلمة الأخيرة، ولكل مقبل عليه حظه من الفهم ورزقه من البركة والهداية والنور. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في وصف هذا الكتاب العزيز: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فهذا الكتاب هو الروح، وهو النور، وهو الرحمة، وهو البركة، وهو الشفاء. وعلى المسلم أن يأخذ حظه من القرآن في رمضان تلاوة وتدبرا وخشوعا وتأثرا. الرافد الثاني من روافد الهداية في رمضان ورافد الصيام. هذه العبادة الفريدة التي اختصها الله عز وجل بأن نسبها إلى نفسه في الحديث العجيب الذي رواه الإمام البخاري وغيره من الأئمة عن أبي هريرة: إن الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل الأعمال جنس، والصوم جنس وحده في طبيعته وفي أثره في الدنيا وفي أثره في الآخرة. الصوم عبادة فريدة نسبها الله إلى نفسه، وحسبنا بذلك جلالا وشرفا لعبادة الصيام، أن قال الله تعالى: كل العبادات لكم والصوم لي. ومن تسوير الحديث على طريقة ابن مسعود أن نسأل: من أي وجه كانت كل الأعمال لصاحبها وكان الصوم لله؟ من أي زاوية؟ ولا يطيب لي هنا ولا يروق ما قاله بعض أهل العلم من أن المقصود أن كل الأعمال قد يخالطها الشرك أو يداخلها الرياء إلا الصوم، فإن العمل إذا خالطه الشرك أو داخله الرياء لم يكن لصاحبه وإنما كان عليه. وكما أن الإخلاص مطلوب في الصوم فهو مطلوب في كل الأعمال، في الصلاة والزكاة والحج وغيرها من الأعمال. وإنما وجه تميز الصوم وانفراده عن سائر الأعمال قد ورد في روايتين صحيحتين لذات الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، يقول الله تعالى: إنه لي وأنا أجزي به. فكان وجه الاستثناء الأول أن كل الأعمال لها أجور معدودة محسوبة ونظام في مضاعفة الأجور، أطلع الله عليه الملائكة وحبرته الملائكة في كتب العباد إلا الصوم، جعل الله عز وجل أجره سرا مدخورا وكنزا مخبوءا. لا تملك الملائكة أن تكتب لأحدنا أجر صوم يوم من أيام الصيام، إنما حسبها أن تكتب صام وتترك تقدير الأجر لله عز وجل، فلا يطلع على أجر الصائم إلا الصائم حين يدنيه الله ويرخي عليه ستره
ويفتح الكتاب ويطلع على أجر الصيام فتقر عينه بما وجد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أي بما أعده الله له من أجر الصيام. والرواية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم، وكلتا الروايتين صحيحتان، قوله: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، يقول الله تعالى: إنه لي وأنا أجزي به. ونقل ابن رجب من كلام سفيان الثوري تعقيبا على هذه الرواية قوله: إن العبد إذا جاء يوم القيامة فوضعت أعماله في الموازين، تتكافأ السيئات والحسنات، حتى إذا لم يبقى له من صومه من عمله إلا صومه، وبقيت عليه سيئات، قال الله تعالى لملائكته: إني أتحمل عن عبدي ما بقي عليه من ذنوبه، وأحفظ له صومه وأدخله الجنة. وهذا الكلام من سفيان على سبيل الشرح والبيان لما ورد في الحديث، وكأن الله سبحانه وتعالى يأبى أن تسلط السيئات على الصوم المقبول المبرور فتنتقص من أجره، وإنما يمحو الله السيئات جميعا بالصيام المقبول المبرور، ولا ينتقص من أجر الصوم بالسيئات، وحسم الصوم من ذلك رتبة وفضيلة. وعلى المسلم إذا صام أن يستمتع بصيامه، ويستحضر في كل لحظة من لحظات الصيام أن هذه عبادة حبيبة إلى الله. لذلك كان التوجيه النبوي الكريم بأن نستحضر في الصوم معنى فارقا مهما، ومعنى الاحتساب. فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والاحتساب استحضار واستشعار الأجر الأخروي وقطع العلائق بكل الرجاءات الدنيوية. فتلاحظ عيون البصيرة في الصوم ما أعده الله للصائمين من المثوبة في الآخرة، وتلاحظ كذلك محبة الله للصوم، فتقبل على الصيام بنفس محبة مستمتعة بالصيام، مدركة أن كل تفاصيل الصيام حبيبة إلى الله، حتى تغير فم الصائم، تغير لونه وتغير ريقه كما قال صلى الله عليه وسلم، وتغير ريحه كما قال صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الرافد الثالث من روافد البركة في هذا الشهر الكريم ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وإذا أردنا أيضا أن نثور هذا الحديث على طريقة ابن مسعود نقول: هل نداء هذا الملك يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ينادي على الملائكة مثلا لتسمعه الملائكة، ولا ينادي على آذان الناس فتسمع الآذان، ولا ينادي على القلوب فيصيب هذا النداء قلوب المؤمنين من حيث لا نشعر ولا نحتسب، فتتغير طبيعة القلوب وتتغير طبيعة النفوس التي في الصدور؟ كذلك الأمر في فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار. لمن تفتح أبواب الجنة؟ للملائكة الكرام، لا يحتاجون إلى ذلك. لعيوننا فنراها، لا نراها في عالم الدنيا، نحن في عالم وهي في عالم آخر، بيننا وبينها حجب الغيب. إنما تفتح أبواب الجنة لقلوب المؤمنين. ولكأني أتصور أن نسائم الجنة تهب على قلوب المؤمنين، تتنسمها قلوب المؤمنين مع أول ليلة من رمضان، فتزيد دواعي الخير وتحضر دواعي الخير في نفوس المؤمنين، وتغلق أبواب النار فتنقطع علائقها وتضعف بواعثها في نفوس العباد، فلا تكون نفس منفوسة أقرب إلى هداها مما تكون عليه في رمضان.
وهذه إعانة إلهية لنا على أنفسنا، لم يتركنا لها في رمضان نجاهدها ونكابدها وتكابدنا، وإنما أخضعها وقربها من هداها وآتاها تقواها وذللها وهذبها بالصيام وأرسل إليها نسائم الجنان ودعا داعي الله فيها فأصغت وأجابت وأحضرت وأحضرت كل نفس تقواها ونقيت كل نفس من طغواها، وقيل للعبد هيا انطلق في مضمار عبادتك. القانون قانون العمل في كل الزمان هو قانون المجاهدة، ويتغير هذا القانون في رمضان، فيعطى العبد فرصة لا يجد لها مثيلا، تلين نفسه بطبيعتها وتقبل بطبيعتها ويحضر خيرها ويندر شرها، ولا يراد منه إلا أن تعلو عزيمته فتوظف هذه الحالة في الطاعات بأنواعها وتغتنم من غنائم رمضان ما تستطيع أن تغتنم، فأعطاك قوة وقدرة ودافعية على الطاعة من غير مجاهدة. لذلك قال لك إن الفرصة كاملة حاضرة، لا يطلب منك إلا أن تستجيب، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يقولها ربنا في آيات الصيام، كأنه يقول لك إن رحماتي نازلة لا أريد منك إلا أن تتعرض لها، إلا أن تستقبلها، الإرسال قادم من السماء وعليك الاستقبال. الرافد الآخر من روافد الهداية في رمضان أن الله عز وجل يضاعف فيه الأجور، فميزان الأعمال في رمضان غير ميزانها في غير رمضان، كل الأعمال ليس فقط الصيام، قلنا الصيام أجره لا يعلمه إلا الله، لكن الأعمال جميعا لها في رمضان ميزان غير ميزانها في غيره. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفريضة في رمضان 70 فريضة في غيره، وأن النافلة في رمضان بفريضة في غيره، ما يعني أن سائر الأعمال تتضاعف أجورها ولها عند الله ميزان مختلف في هذا الشهر الكريم. كذلك من روافد الهداية كأن الله عز وجل فتح لنا كل أبواب النجاح، فتح لنا كل أبواب الفوز في هذا الشهر الكريم، كأن هذا الشهر الكريم يحاصرنا والله محاصرة بأسباب النجاة، يقول لنا لن أدع منكم واحدا إلا وأضع قدمه في الجنة بإذن الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، تعرض لكل هذه الفرص ثم ضيعها تباعا وخرج صفر اليدين، أي خيبة وخسران أكبر من هذه الخيبة وذلك الخسران، نعوذ بالله من الخسران والخزلان. وأعظم الخذلان في رمضان أن تعبر على كل هذه الفرص وتضيعها ولا تخرج منها بجائزة من الجوائز. من روافد الهداية أيضا والنجاح ما جعله الله عز وجل في كل ليلة من رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولله فيه، أي في شهر رمضان، عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، فلا تغرب شمس ليلة من الليالي إلا وتدون دواوين في ملأ الله الأعلى، وتكتب فيها أسماء طوائف من العباد، يتلو الله عز وجل أسماءهم في ملئه الأعلى، يقول: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وأعتقت رقابهم من النار. فتختم الملائكة على صحائفهم بخاتم العتق من النار، فيأتون يوم القيامة فلا ينشر ديوان ولا يوضع ميزان، ويدخلون الجنة بغير حساب، ويقال: هؤلاء هم العتقاء الطلقاء. هذه مسابقة يومية يطلع الله في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم على قلوب العباد، فيصطفي أصفاها وأنقاها وأتقاها، ويصطفي أبرها وأزكاها، ويصطفي أكثرها إقبالا عليه وإخباتا له، ويشهد الملائكة الكرام على عتقهم من النار، فكيف
تكون هذه المسابقة اليومية دائرة في ملأ الله الأعلى ونحن عنها مشغولون، ولا نتعرض ولا نحرص ولا نسابق إلى هذا الخير العظيم. من روافد الهداية في هذا الشهر الكريم أيضا ما جعله الله فيه من ليلة عظيمة مباركة هي ليلة القدر، وأنزل فيها في هذه الليلة سورة سماها باسمها هي سورة القدر، وقال عنها إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر، وما أدراك أي يا رسول الله ما ليلة القدر، لا تستطيع باجتهادك يا رسول الله أن تصل إلى حقيقتها أو أن تدرك قدرها وقيمتها. ليلة القدر، لكن الله سبحانه وتعالى سيخبره، وكل صيغة جاءت في القرآن الكريم بالماضي ما أدراك جاء بعدها الجواب، وكل صيغة جاءت بالمضارع وما يدريك لم يأتي بعدها الجواب، وإنما هي من الغيب المستور المحجوب. وما أدراك ما ليلة القدر، ما ليلة القدر معناه انتظر الإجابة بعد السؤال، فجاءت الإجابة ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل فيها أزكى عند الله وأثقل ميزانا من العمل من ذات العمل في ألف شهر متصلة متتابعة، فمن صلى فيها ركعتين كأنما صلى ركعتين لألف شهر، ومن قامها كلها كأنما قام ليالي ألف شهر. وألف شهر يعني غاية ما تصل إليه أعمارنا، فإن ألف شهر قرابة 84 عاما، يعني عمر طويل مديد للإنسان تدرك مثل هذا العمر بعبادة هذه الليلة. غير الله الموازين، موازين الأعمال، عظم الأجور وضاعفها، على نفسك بالصيام، وأعانك على نفسك بما جعل في هذا الشهر الكريم من أسرار، كأن كيمياء الحياة تتغير. نفسك التي بين جنبيك في رمضان ليست هي التي كانت قبل رمضان، غير الله فيها كثيرا دون مكابدة منك ولا تعب. هذا الهواء الذي تتنسمه في رمضان ليس كغيره قبل رمضان، العمل في رمضان ليس كالعمل في غير رمضان، الصوم في رمضان كنز مخبوء مدخور، الصدقة في رمضان يعني أضعاف أضعافها في غير رمضان. كل هذه الروافد تقول لنا بوضوح شديد إن الله عز وجل الرحمن الرحيم يريد لنا النجاة، ويريد لنا الهداية، ويريد لنا السلامة، يريد لنا أن نضع أقدامنا في الجنة، يريد لنا أن ننجو من النار، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد لكم النجاة، ولكم محب، وبكم بر، وبكم رحيم، جعل لكم كل هذه العطيات لتغتنموا منها وتصلوا بها إلى الجائزة الكبرى، إلى الهداية، إلى الاستقامة، إلى النجاة. أراد الله عز وجل أن يربينا في رمضان بنوعي التقرب إليه بالترك والفعل، وما العبادة إلا ترك وفعل، وكانوا يقولون إن أعظم العبادة الترك لله لأنه أشق على النفس، فأراد أن يعودك على الترك فعودك بأرقى صور الترك، فأمرك أن تترك الحلال الذي لا غنى لك عنه في حياتك، فتركت الطعام والشراب والشهوة لتكون أقدر على ترك الحرام بعد رمضان، لتنمو فيك ملكة الترك، إرادة الترك، فإذا اقتنعت بأن شيئا ما مذموم مردول تكون أقدر على تركه، وقد تركت الماء وتركت الطعام وتركت الشهوة في نهار رمضان. والله تعالى ينظر إلى عباده الصائمين ويشيد ويثني على تركهم، هذا يقول لملائكته ترك، انظروا إلى عبدي ترك طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، ويعودك على الفعل فتكثر من الصلاة كما لا تكثر في غير رمضان، وتكثر من تلاوة القرآن ومن الذكر ومن صلة الرحم ومن إحياء الليل كما لا تفعل في غير رمضان، وذلك مرده إلى الطاقة التي يعطينا الله إياها، إلى التغيير الذي يحدث في أنفسنا. أينا يستطيع في غير رمضان أن يصوم 30 يوما سردا متتابعة،
وأن يكون بالنهار صائما وبالليل قائما، وأن يأتي إلى العشر الأخير فيصوم النهار ويقوم أول الليل ويقوم آخر الليل متهجدا، وهو مع طول الصيام وكثرة القيام مداوم على قراءة القرآن يختمه كما لا يختمه في سائر السنة. هذا معنى أن هناك طاقة مختلفة يعطينا الله إياها في رمضان لننهل ونتضلع من أنواع القربات التي جعلها في هذا الشهر الكريم. وهذه القربات تفعل في النفس فعلها، ما من طاعة أمرنا بها إلا وفيها دواء وغذاء، دواء يعالج من النفس ما فسد ويقوم معوجة، وغذاء يزيد نقاءها ووضاءتها ومناعتها، فنخرج من رمضان وقد اغتسلنا من ذنوبنا بالمغفرة، وأخذنا من عزائم الطاعات زادا يقوينا ويعيننا فيما بقي من أعمارنا. كانت هذه بعض النبذات عن روافد الهداية العديدة التي أكرمنا الله عز وجل بها ومنحنا إياها في هذا الشهر الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأنه الرحمن الرحيم الحنان المنان ذو الجلال والإكرام أن يكيل لنا من رحمته في هذا الشهر الكريم بالمكيال الأوفى، وأن يجعلنا من أسعد عباده برحمته، وأن يجعلنا من أعظم عباده نصيبا من فضله وبركته في هذا الشهر الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين الصيام والقيام والقرآن والذكر والدعاء وسائر الأعمال، وأن يجعل هذا الشهر المبارك بركة علينا وعليكم وعلى المسلمين في كل مكان، وأن يكتب لنا فيه وللمسلمين عافية الأبدان وسعة الأرزاق وقبول الأعمال وإجابة الدعوات وصلاح الذرية وبركة الأعمار والأعمال، وأن يختمه لنا بأعظم جائزة وهي جائزة العتق من النار، وأن يكتبنا فيه بفضله ورحمته من الطلقاء العتقاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأن يعيده علينا وعلى بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين بالأمن والأمان وبالسلامة والإسلام وبالبركة وبالعافية وبالتوفيق والتيسير، اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك وعظم على سيدنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. جزاك الله خيرا يا دكتور. ولعل أبرز ما نخرج منه أو نخرج به من هذا اللقاء هو أن رمضان فيه بركات ورحمات وخيرات وكرامات تمتد إلى ما بعد رمضان، يستطيع المسلم إذا نهل منه بأكبر قدر ممكن أن يعيش بقية السنة على هذه البركات والرحمات. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ولا يحرمنا. عندي يعني بعض الأسئلة، وإذا كان الإخوة هناك في طرابلس عندهم أسئلة أيضا يتفضلوا بكتابتها، أو إذا كان عندهم متاح أن يتكلموا يتفضلوا. السؤال الأول، حضرتك عندما تكلمت عن العتقاء من النار ذكرت حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهل الأمر مرتبط ببعضه؟ يعني أنا أرى أن العتقاء من النار يمكن أن يحاسبوا، وفي حين أن الحديث الآخر حديث محدود بعدد، وإن كان في بعض الروايات مع كل 70,000، وإن كان مع رواية أخرى أو في رواية أخرى مع كل واحد 70,000، لكنه في النهاية عدد محدود. أما الذي أستشعره أن العتقاء من النار في رمضان في كل ليلة هذا لا ينبغي أن يكون عددا محدودا، ومن ثم فمن الممكن أن يكون العبد محاسبا لكنه معتوق من النار ولا يعذب في النار. هذا السؤال الأول، تفضل. مشكور، جزاك الله خيرا شيخ مصطفى، هذا سؤال حسن. حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب رواه الإمام البخاري وغيره من الأئمة،
ولفظه قوله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة من أمتي يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر 70,000 إلى آخر الحديث. وهذا معناه أن هذا العدد ليس فيه حصر بمن يدخلون الجنة بغير حساب، وإنما هؤلاء هم أول زمرة من العتقاء يدخلون الجنة، وهم الطائفة الأولى منهم. وكما تفضلت فإن في بعض الروايات الصحيحة زيادة على ذلك، فقال: مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربنا، وهذه لا يعلم عددها إلا الله عز وجل. ودائرة العتقاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب أوسع في تقديري من دائرة الزمرة الأولى المباركة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم دخولها بأوصاف عديدة: فوجوههم على صورة القمر ليلة البدر، وفي بعض الرواية عند البخاري أيضا: آخذون بعضهم بأيدي بعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يدخلون بخطوة واحدة، يصطفون عند باب من أبواب الجنة، وأبواب الجنة واسعة المصاريع كما جاء في حديث عند أبي داود: ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض الزحام. فيدخلون بخطوة واحدة، هذه الزمرة الأولى من العتقاء الطلقاء، لكن ذلك لا يمنع أن تكون بعدها زمر أخرى، وفضل الله عز وجل واسع. وإذا تأملت قوله صلى الله عليه وسلم في رواية صحيحة عند أحمد: وثلاث حثيات من حثيات ربنا، أدركت أن الأمر لا يحيط به العدد ولا يعلم عدده إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وفضل الله واسع، وأملنا ورجاؤنا في فضل الله سبحانه وتعالى عظيم، والله أعلم. السؤال الثاني: في حديث إلا الصوم فإنه لي، حضرتك تفضلت وشرحت كأنك تريد أن تقول، أو في المعنى الأول منه كأنك تريد أن تقول: كل أجر عمل ابن آدم له، يعني الأجر هو الذي يختلف بالنسبة يعني من جهة الصيام أو بقية الأعمال، فالأجور الأخرى العبد يعرف مقدارها والملائكة تعرف فتكتب وهكذا، فكأن صح. هناك مقدرا محذوفا في لفظ الحديث، أليس كذلك؟ نعم صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له، أي بمقدار محدود، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي تقدير أجره، لا أطلع على ذلك أحدا من الخلق. وهذا بنص هذه الرواية الصحيحة التي رواها الإمام البخاري من حديث أبي هريرة. وفي الرواية الأخرى: كل عمل ابن آدم له يكفر ذنوبه ويكافئها وتكافئه، إلا الصوم فإنه لي أمنعه من أن تتسلط عليه الذنوب إذا قبلته. وأهل العلم يقولون: وشرط ذلك أن يكون الصوم مبرورا مقبولا، والمشكل أن القبول غيب، فلا يستطيع أحد أن يجزم به أو يقطع به، ليظل الإنسان على وجل وعلى حذر ويلتمس رضوان الله بطاعته. وهذا أيضا هو السر في إخفاء ليلة القدر، أن يظل العباد في الطلب وفي الخدمة والعبادة، وألا يتكل ولا يرتكن إلى عمل بعينه. طيب، الدكتور نزار يسأل يقول: هناك من قال إن الصوم لله لأن كل العبادات الأخرى يمكن صرفها للمخلوقات، فهناك من يحج لشخص ومن يسجد لشخص، لكن ليس هناك من يصوم لشخص، لذلك فالصوم لله، ما قولكم شيخنا؟ نعم، هذا أيضا معنى صحيح مليح، أورده الإمام ابن حجر في فتح الباري، وقال: إن كل أنواع العبادة تقرب بها إلى غير الله عبر التاريخ، فسجد لغير الله، ودعي غير الله، وقدمت القرابين لغير الله، وحلف بغير الله، وإلى آخر ما هنالك. ومن وجوه امتياز الصوم على غيره من العبادات أن أحدا لم يصم لأحد إلا عباد الله المؤمنين لله رب العالمين، وهذا أيضا معنى حسن صحيح لامتياز الصوم عن غيره من العبادات، والله أعلم. طيب، سؤال آخر وصلني:
هو الآية التي تفضلت بذكرها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كيف يجمع بينها وبين قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ الهداية مراتب وأنواع، والقرآن الكريم أو الإسلام يحدثنا عن 3 أنواع من الهداية. الأولى هداية الفطرة والخلقة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، شهدوا لله على أنفسهم، شهادة الفطرة. وهذه هداية يشترك فيها جميع البشر، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ثم فطر. والهداية الثانية هداية البلاغ والبيان، وهي التي أرسل بها الرسل وبعث بها الأنبياء عليهم السلام. وإنك لتهدي، أي لترشد وتدعو وتبلغ عن الله ما يقود الناس إلى الصراط المستقيم. وهذه الهداية يوصف بها الرسل، فالرسل جميعا كانوا هداة، أي أدلة ودعاة إلى الخير. والهداية الثالثة هي هداية التوفيق والإعانة، كما قال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هداية التوفيق والإعانة هذه لا يملكها ولا يقدر عليها إلا الله عز وجل، وهي التي نفاها عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفق إلى الإيمان. أنت تملك البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، تملك البيان، أما الهداية التوفيق والإعانة إلى الإيمان وإلى الطاعة فهي مسألة اختص بها ربنا عز وجل نفسه، ولم يعطيها لأحد من عباده حتى الأنبياء والرسل. فتح الله عليك وبارك فيك وجزاك كل خير على ما قدمت، وكذلك أنتم أيها الإخوة الكرام فتح الله لكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر مع لقاءات دعوية يديرها أو يبثها مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.